جينا اليوم باش نبلغوا رسالة جديدة لمن يهمه الأمر. قطاع الصحة الآن كيعيش أكفس مرحلة. بطبيعة الحال جمعية الصحة مقاطعة في هذا الورش هذا اللي كتمنعوا على أنه تكون واحد وقفة شجاعة ونحطوا الأمور كما هي. اليوم جايين باش نوصلوا واحد الرسالة واحد النوع خاص، وهو أن جمعية الصحة لم تقاطع الحوار إلا بجرح، لأنه بطبيعة الحال من بعد مجزرة ديال هذا الحد واللي وقع فيه ضحايا واعتقالات، من الواجب ديالنا وكمنظمة وكرقابة جامعة لجميع الفئات كنا لهذاك الاجتماع لا لشيء. قلنا باش أولا اعتذار، ثانيا هذوك الناس المعتقلين تحيد المتابعة ديالهم، ثالثا تكون حوار كيتواصل معايا رئيس الحكومة ماشي وزارة الصحة، إلا وزارة الصحة دار معاها حوار ما عطاتش نتيجة، بطبيعة الحال درنا لهم بقيت معنا واحد، والمالية كذلك، علاش التعليم قلتوا معايا جميع الفئات والصحة حقروها، علاش؟ هذا حقرة كتبوا على حقرة وهذه معاملة دونية، لأنه برانسيب خاصنا جلسة مع وفد حكومي بما فيها رئيس الحكومة وزير الصحة المالية الوظيفة العمومية والأمن العام للحكومة. هذا هو الحوار كما كنعرفوا حنا، هذا الحوار اللي داروا هذا حوار فاشل. أولا الحوار اللي طرأ وزير الصحة بوحدو ما مع كاتب عام ما مع مفتي عام ما مع بوحدو أنه كان كحسب اللقاء ديال نهار الجمعة كان باطل، بمعنى ما عندوش عناصر ديال ما عندوش عناصر ديال اللقاء. أن اللقاء كيكون أصلي خاصو كاتب وزير الصحة يكون رئيس، والكاتب العام عضو، والرئيس الكاتب العام كيكون عضو، ومفتي العام عضو، ومدير المرجع عضو، جابوا وحدو. ألور حنا شنا بينا هذاك اللقاء فولكلوري، وبالتالي كان عندنا كان فرضوا علينا باش ما نحضروش ليه، وطالبنا برسالة واضحة هاشور ديالها باش يجيو للحوار. حنا مستعدين الآن إذا كانت الحكومة عندها النية صافية باش نقد القطاع، حنا مستعدين، عندنا الملفات ديالنا جاهزة، عندنا مطالب ديالنا جاهزة، ومستعدين لأي حوار كان، ولكن تكون فيه شروط ديال الحوار كيعطي نتائج من بعد منه. ما غاديش نديرو اجتماع فولكلوري ونضحكو على بعض، لا حنا ما مستعدينش. جماعة الصحة ماشي هذه النقطة الأولى، قلنا لا في 2011 ملي كنشوفو أنه الحوار فيه شوية ديال الديماغوجية، فيه شوية ديالها، كنشاركوش فيه نهائيا، وبالتالي الآن مستعدين في أي وقت وحيل باش ندخلو للحوار بشرط اللي عندنا هنا ورسالة عندهم وعلى رئيس الحكومة. الاحتجاجية ديالنا اليوم أمام البرلمان من أجل التنديد باستمرار وزارة الصحة والحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للنساء ورجال الصحة. كانت واحد مجموعة من المحاولات ديال الاستجابة للمطالب ديال النساء ورجال الصحة، كان واحد الحوار اجتماعي طويل الاجتماعات، إلا أنه للأسف رغم أنه تمخدات عليه واحد المحاضر تم التوقيع ديالها سواء يوم 29 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، ولا يوم 26 يناير 2024 هنا بالرباط مقر وزارة الصحة بالرباط، إلا أنه الحكومة والوزارة تحاولوا يحلوا مفاوضات جديدة من أجل إعادة النظر في النقاط اللي تم الاتفاق عليها. ومن هذا المنطلق احنا كاتحاد المغرب شغل وجهنا رسالة لوزارة الصحة تنطالبوا فيها واحد المجموعة ديال الشروط اللي ضروري التوفر ديالها، على رأسها الاعتذار على القمع اللي تعرضت ليه المسيرة الاحتجاجية ديال النساء ورجال الصحة يوم 10 يوليوز 2024 هنا بالرباط، واللي كان فيها تعرضوا لواحد مجموعة من الأطر الصحية للتعنيف، كذلك تعرضوا واحد مجموعة من الأطر الصحية للاعتقال. من الشروط اللي كذلك اللي طالبنا بها وزارة الصحة من أجل حضور الاجتماع هي عدم المتابعة ديال هاد المعتقلين لأنهم تدوزوا الآن في حالة صراح.
كذلك عدم الاقتطاع من اجور المضربين لاعتبار الاضرابات اللي خدتها الشغيله الصحيه خلال هذه الخمسه اشهر اللي فاتت هي كانت مرتبطه بعدم تنفيذ الحوار من طرف وزاره الصحه والحكومه، هما اللي ما نفذوش نتائج ديال الاتفاقات السابقه. كذلك تنطالبوا بان يكون وفد حكومي يترأسه رئيس الحكومه او من ينوب عنه بحضور القطاعات المعنيه من اجل الوصول الى نتائج نهائيه بخصوص النقاط الخلافيه اللي بقات بين وزاره الصحه، والاتفاق على كيفيه تنزيل النقاط اللي كانت تم الاتفاق عليها في المحضر ديال 29 دجنبير 2023، وكذلك في محضر اجتماع مع وزاره الصحه اللي تضم 34 نقطه اللي تم الاتفاق عليها وتسع نقاط خلافيه. كنتواجدوا اليوم هذه الوقفه احتجاجيه سلميه امام مقر البرلمان بعاصمه الرباط تنديدا اولا للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له الاطر الصحيه في الوقفه في المسيره التي منعت. كنتواجدوا اليوم للتعبير عن الرفض ديالنا القاطع لهذا الاتفاق المهزله الذي نعتبره اتفاق مهزله والذي لم ياتي بشيء للاطر الصحيه. الاطر الصحيه ناضلت لاشهر عديده من اجل مطالب عادله ومشروعه، وناتي في الاخير ونخرج بنتيجه جد هزيله لا في الشق المادي ولا في الشق الاعتباري. نحن في الاتحاد المغربي للشغل اكبر نقابه في اكثر تمثيليه واكبر نقابه في المغرب، لا زلنا في ساحه النضال ولا زلنا مستمرين في المعركه النضاليه وفي الاضراب الى حين تحقيق الشروط المطلوبه والى حين اعتذار الحكومه على الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له الاطر الصحيه في المسيره التي تم قمعها بالقوه. التواجد ديالنا اليوم دليل على استمرار المناضل والمناضلات الممرضين والتقنيين في الاسعاف والاطباء والمساعدين والاداريين جميع الفئات والمكونات ديال هذا القطاع. نرفض رفضا باتا بيع قطاع الصحه للخواص بطريقه او باخرى. نطالب بالحفاظ على صفات موظف عمومي واداء اجور الموظفين من الميزانيه العامه بشكل صريح وبتعبير صريح من طرف الناطق الرسمي للحكومه، لان الاتفاق الاخير اللي كان ما بين النقابات وما بين وزاره الصحه تملصت منه الحكومه وقالت ان يعني الاتفاق ديال فاتح ماي جاء ب 1000 درهم وسيتم تتميمه بهذيك ال 200 درهم و 500 درهم في يوليوز 2025. نحن نرفض هذه المنهجيه التي تحاور بها الحكومه بتفويض وزير الصحه. نرفض رفضا باتا هذا المطالب، نرفض هذا يعني هذه النقط التي تم الاتفاق عليها، ونطالب بتنفيذ جميع المطالب المقدمه من طرف الاتحاد المغربي للشغل. المشكل ديالنا احنا مكفوفين لدى هذه الوزاره من مروضين طبيين، من اداريين وتقنيين، مساعدين اداريين ومساعدين تقنيين. احنا تعرضنا لشتى انواع العنف في المسيره ديال الاربعاء الاسود، وحنا تنطالبوا الحكومه باتخاذ اجراءات استثنائيه، منها الاستفاده من الاستثناء لدى احدى القطاعات الوزاريه او دمجنا في الادارات المركزيه نظرا للاعاقه البصريه اللي تنعانيو منها من مكفوفين وضعاف البصر.